ومع بدر الفرد اللي جاهز معنا الاتصال. حياك يا بدر. الله يحييك. هاي يا بدر، كيف الامور؟ وش مجهزين؟ ابشرك، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الله ييسر الامور. شاركنا في بطوله قطر الدوليه الاسبوع اللي راح، الحمد لله حققنا مركز ثالث ورابع ومركز خامس. طيب بكره؟ ما حضرت والله بطوله الامارات، لكن ان شاء الله بطوله قطر الجايه باذن اللي الله بعد شهرين باذن الله. طيب انت كيف شفت المشاركه الماضيه وليش ما صار اول وثاني؟ شوف، بالنسبه لمشاركه الفرسان السعوديين دائما مشاركاتهم ممتازه، اللهم ينقصنا الامكانيات. هذا هنا المشكله، هذا مربط الفرس، هذا مربط الفرس. انا عشان كذا انا ما قدرت اضغط عليك اكثر الصراحه. حتى المشاركه الاخيره، يعني انا ما شاركت بخيلي، شاركت بخيل اخوي ناصر الشواب. والحمد لله، يعني من اول مره الحمد لله قدرنا نحقق مراكز فيها. جميل. لكن يعني ما هو موضوع فن، لكن فرساننا الثانيين، فرسان السعوديين كلهم، ما حد ينقص عن الموضوع هذا الا الخيل. كم اخذت مع الخيل عشان تشارك فيه؟ يومين كانت كافية؟ والله الحمد لله، يعني بالنسبة ليومين والثلاث أيام كلها حققت مراكز فيها، هذا ممتاز. يعني عموما يا بدر، متمنى لك دائما التوفيق وبإذن الله. برضو في اتصال، تفضل. وبالنسبة لمشاركة يعني الفرسان السعوديين، أغنى اتحاد نتائج اتحاد الفروسية طبعا، الحمد لله نتائج عندهم، نتائج أولمبية عالمية، البطولات الآسيوية، ولا بطولة آسيوية ضاعت من المنتخب السعودي. اللهم لك الحمد. بس ناقصنا الدعم، هذا اللي ناقصنا. أنا ما أقدر أقول لك أي شيء، يعني أنا ما أقدر أضغط عليك وأطلب منك مراكز، والاتحاد الإخوان في الاتحاد السعودي يسمعونك. وتكلمنا في الحلقة الماضية أنه راح ندعمكم بإذن الله هنا في برنامج جوادي دائما، وراح نوقف معكم دائما، وإن شاء الله يعني نشاهد هناك تطور في المراحل القادمة. الله يسلمكم وما قصرتوا على تغطيتكم هذه. شكرا يا بدر، شكرا. عفوا.